أنا أعتقد أن ما تمر به العلاقات المصرية الإماراتية حاليا فهي سحابة صيف لابد أن تنقشع. وأحب أن أؤكد مرة أخرى أن العلاقة التي تربط ما بين الشعبين المصري والإماراتي لن تكون أبدا إلى زوال أو إلى مشاكل مستقبلية، لكن ستنتهي قريبا إن شاء الله. ويكفي أن العديد من المصريين المقيمين على أرض دولة الإمارات ينعمون بالعيشة الطيبة والمعاملة الحسنة من قبل أهل الإمارات. أنا زرت الـ14 الموقوفين، وكان هم اليوم طلبات، والجانب الإماراتي لباها، يعني مثلا كتوكيلات، فالتوكيلات دي كلها تمت، يعني ما فيش حد اشتكى، يعني من رعاية صحية، رعاية نفسية، رعاية طبية، كل حاجة بصراحة موفرينها لهم. حتى الأسر اللي هي ليها مشاكل في الإقامة بيحاولوا إن هم يحلوها. التوكيلات كلها دلوقتي استلمناها، فما فيش عندنا، يعني هو تم استدعاءه عشان خاطر القضية، فترتيبات بقى محاميين وحاجات زي كده، هو ده اللي كان يعني المسعى بتاع الخارجية. لغاية دلوقتي لائحة الاتهام ما طلعتش، فمجرد ما تطلع لائحة الاتهام وتتم الإحالة للقضاء طبعا هنعرف بقى ونبتدي نتحرك يعني.